صباح الخير، أهلا بك سيدة شيخة. أهلا، صباح الخير. صباح النور، ألف مبروك بالنسبة للنتائج الإيجابية. نحن قلنا بأنه طبعا النتائج كانت لتكون أفضل إذا خصمنا الربح الاستثنائي في العام 2015 من بيع الحصة في بنك قطر الدولي، لكن كيف تنظرين إلى نتائج البنك الوطني؟ ما هي أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في هذه النتائج؟ نعم، طبعا أنا سعيدة جدا أني يعني أكون معاكم اليوم بسي أم بي سي بعد انقطاع يمكن شوية طويل، فأحب أني أذكر نتائجنا فوق الممتازة. صافي الربح 295 مليون دينار كويتي بزيادة تقريبا 4.6 مقارنة بالعام السابق 2015، لكن حسب ما أفدتي إذا شلنا الأرباح الاستثنائية لبيع حصتنا في بنك قطر الدولي يعتبر النمو 11.2% خلال 2016، بالرغم من التحديات في عام 2016. مثل ما تعرفين كان البزنس انفايرمنت في العديد من التشالنجز، السلو جروث ان ذا ايكونومي، اللو انترست ريت، اللو اويل برايسز، بس هاويفر النتائج الممتازه اللي حققناها تعكس قوه الانشطه التشغيليه لبنك الكويت الوطني. لكن احب اذكر ان الارباح مالتنا التشغيليه للسنه هذه فيها نمو بحدود 5.4%. وكما تعلمين يعني بالامس اعلنا ان مجلس اداره البنك الكويت الوطني وصل الجمعية العمومية بتوزيعات تقريبا 30 فلس للسهم الواحد، وأسهم منحة 5%، يعني 5 أسهم عن كل 100 سهم. وبلغ حجم القروض في ميزانية 2016 13.6 بليون دينارز. طبعا النمو فيها قليل، لكن it's worth mentioning أن كان في بعض التسويات والسدادات الكبيرة. صحيح. بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري، هذا خلى الزيادة في محفظة القروض أو التسليفات قليلة. لكن أحب أذكر أن حتى بالجهة الثانية اللي هي الودائع للعملاء نمت نمو ممتاز 4.6 ووصلت إلى 12.6 بليون دينار. هذا طبعا يؤكد قوة الشبكة المصرفية لبنك الكويت الوطني ومستويات السيولة المريحة عندنا. بالمقابل الأصول نمت إلى 24 بليون دينار كويتي، اللي هي جروث بتقريبا 2.6%، ما يعادل 80 بليون دولار مور اور ليس. بالمقابل كمان حقوق المساهمين زادت الى 2.7 بليون دينار، او ما يعادل تقريبا 9 بليون دينار بنمو 4.3. فاحنا سعيدين جدا بهذه الصراحه النتائج. والاهم كمان ان احنا نذكر ان ام بي ال يعني ريكورد لو 1.2%، اللي هي الام بي ال، وتغطية تعادل 3 تايمز، اللي هي تغطية 365%. والكابيتال أديكوسي ريشيو عندنا وصل إلى مستوى ممتاز اللي هو 17.7 في نهاية ديسمبر 2016. طيب سيدة شيخة، ماذا عن المخصصات؟ يعني هل زال الوضع يتطلب تجنيب مخصصات كبيرة؟ نعم، طبعا المخصصات اللي قاعدين نحطها بشكل سنوي هي نوع من التحفظ. وبالنسبة للعام 2016 و2015 كان السوق نوعا ما، يعني سوق الأسهم في نوع من النزول. فمثل ما تعرف أن العديد من البنوك في عندها محافظ أو محافظ الكولاترال فيها جزء كبير من الأسهم، فكنا تحوطا نحط مخصصات عشان to be in the safe side. لكن من حيث وضع البنك الكويتي الوطني، مثل ما ذكرت مؤشرات القروض المتعثرة لدينا توضح مدى قوة الوضع المالي المريح جدا لبنك الكويتي الوطني، مما يعني ما يتطلب إلى الحاجة إلى تجنيب مخصصات جديدة. ولكن مثل ما قلنا، إذا طالعنا أكثر شمولية وبالأخص على مدار السنوات السابقة، يعني في دواعي بالنسبة حق الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي من تباطؤ النمو وانخفاض في أسعار النفط ونقص السيولة مثل ما قلت، بدني أسعار الأصول اللي بشكل أساسي اللي هي الأسهم، هذا يخلي الواحد يكون متحفظ أكثر ويحط نوع يعني مخصصات. السنة هذه مخصصاتنا 152 مليون دينار، لكن إذا قارناها بالعام اللي قبله اللي هو
2015 كان 164 مليون دينار. فإحنا متفائلين السنة هذه إن شاء الله تظل العوامل الاقتصادية جيدة وحركة الأسواق تصير أفضل، فبالتالي يكون يمكن الاحتياج إلى المخصصات أقل. على كل حال يعني تراجع بالمخصصات وأيضا تراجع بالقروض المتعثرة، لكن دعينا نسألك عن أداء محفظة التمويل لدى البنك، إلى أي مدى استفدتم من ترسية بعض المشروعات العملاقة؟ نعم، مثل ما تعرفين معظم دول الخليج تعتمد بشكل كبير على الفيسكال بوليسي او الجفرمنت سبندنج، فبالتالي بنك الكويت الوطني بقدراته وامكانياته الفنيه الكبيره يعتبر المستفيد الاكبر من زياده حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنيه التحتيه وزخم النشاط الاقتصادي في الكويت. ففي 2016 رتبنا ويعني ادرنا العديد من الصفقات العملاقه والكبيره، واحنا طبعا مثل ما تعرفين عندنا رؤية بعد إيجابية أنه راح يستمر هذا النهج في 2017. ففي 2016 إحنا مولنا المطار، توسعة المطار الجديد ب 1.3 بليون دينار والمنفذ شركة ليماك التركية، بالإضافة إلى مشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 بليون دولار. وعلى صعيد قطاع النفط والغاز رتبنا تمويل مشروع الوقود البيئي، وهذا يعتبر من أكبر المشاريع في دولة الكويت، قيمته تقريبا يعني تعادل 3.4 بليون دينار، بالإضافة إلى أن احنا وفرنا قرض كبير لشركة إيكويت 5 بليون دولار، وهذه شركة إيكويت أخذت هذا القرض عشان تستحوذ على شركة أم إي جلوبال، بالإضافة إلى أن احنا وفرنا تسهيلات مصرفية بحجم 280 مليون دينار للشركة الكويتية للستايرين. نعم. وإذا طالعنا يعني محفظة القروض فمثل ما قلت شهدت نمو طفيف لأن كان في سدادات unexpected، فبالتالي يعني كان الأثر على زيادة نمو القروض بسيط للسنة هذه. طيب يعني ننتقل أيضا بالحديث عن البنك الوطني مصر، يعني بالنسبة للانخفاض والتراجع في قيمة العملة المصرية بعد التعويم، يعني كيف كان التأثير على الوطني مصر وعلى المجموعة بشكل عام، يعني وكيف تخططون لتفادي هذا التأثير وهذا الانخفاض؟ نعم، احنا طبعا نرى خطوة تعويم سعر صرف الجنيه المصري عامل إيجابي، حيث أنه راح يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري ويساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية على هذا الاقتصاد الواعد. وبالنسبة حق أعمال البنك في مصر فتأثير تعويم سعر الصرف محدود نسبيا، وبالعكس له أثر إيجابي على المدى الطويل. احنا نتوقع تحسن بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو في القطاع الخاص، وهو المحرك الرئيسي لعمليات القطاع المصرفي في مصر. وعلى مستوى المجموعة فعلى المدى القصير أدى عملية التعويم إلى إعادة تقييم الأصول، وهذا كمان أثر سلبا على نمو المحفظة، لأن مثل ما تعرف أن الإكوفلنت بالدولار صار أقل، فبالتالي هذا صار في عامل نيجاتيف قليلا على محفظة القروض. لكن الجدير بالذكر أن طفرة الأداء لدينا في مصر ساعدت بنسبة كبيرة على التقليل من هذا العامل السلبي إلى حد كبير، لأن عندنا النمو في عملنا في مصر وصل إلى أكثر من 50%، فإحنا متفائلين جدا في النمو اللي راح يصير في بنكنا في مصر. ست شيخة، دعينا نتحدث الآن عن أداء السوق الكويتية، يعني السوق تقدم أفضل أداء لها في نحو سنتين، ارتفاع كبير بالسيولة لم نراه في الأشهر الماضية، كيف تنظرين إلى أداء السوق الكويتية البورصة تحديدا في هذه الفترة، وهل نتوقع استمرار هذه المكاسب، وكيف سيكون تأثيرها على القطاع المصرفي والأسهم المصرفية؟ نعم، اعتقد ان هذا شيء طبيعي، الزيادات اللي صارت خلال السنوات خلال السنتين اللي فاتوا وخصوصا يعني السنه هذه او الان. فيعني احنا ندري ان السوق الكويتي مر بفترات طويله من الاداء الفاتر، والحين حان الوقت لنرى الانعكاس الايجابي لكل المحفزات اللي حدثت في العامين السابقين، مثل ما قلنا يعني زياده الانفاق الحكومي، تحسن في بعض البيئه التشغيليه، و
الأداء الاقتصادي أفضل، في حزمة إجراءات تهدف لضبط ورفع مستوى أسواق المال، تشجيع المؤسسات الكبرى على الاستثمار في السوق الكويتي. وأيضا هذا التطور يعد انعكاسا طبيعيا للمستويات المتدنية اللي وصلت إليها أسعار الأسهم، مما يؤدي إلى تعاظم الفرص الواعدة في السوق الكويتي، بالإضافة إلى ندرة الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة. فيعتبر السوق الكويتي واحد من الأسواق اللي راح تتسلط عليها الضوء، وتعتبر الهدف للمستثمرين الأجانب أو اللي عندهم رغبة أنهم يستثمرون بالإميرجينج ماركتس. يعني السوق الكويتي يعتبر ذو نظرة مستقبلية متفائلة. أما تأثيره على الأداء المصرفي فيعني أنا أعتقد أن هذا راح يكون إيجابي جدا، مثل ما قلنا أن محفظة الضمانات عند البنوك اللي عبارة عن أسهم راح تكون في صالحها، وهذا راح يكون أثر إيجابي على الباتوم لاين للبنوك، لأنه راح يكون في احتياج أقل لتجنيب بعض المخصصات. فأنا يعني عندي نوع من التفاؤل، وإن شاء الله راح يكون هذا الليفل سستينبل، يعني نتمنى أنه يكون مستمر.